ومعانا شريف شعبان من جديد. شريف اهلا بيك، اتفضل. معلش انا اسف استاذ ابراهيم، هتبعت لي برضه الاتصالات. بص يا ابني مش هنعذبك، لو الخط اتقطع يبقى مفيش نصيب. مش عايزين نعذبك. طب خليني معاك وهو الخط موجود كده شغال، ادي لك رئيس البعثه الاستاذ طارق قنديل اعتماد وزاره النادي الاهلي اللي بيعمل مجهود شاق جدا. استاذ طارق بحييك، احنا على الهواء دلوقتي الاستاذ الاستاذ محمد موسى استاذ الكابتن عبد الطاهي عمال يتابع على الهواء مباشره مع حضرتك. يا استاذ طارق مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا طارق بيه. اهلا بيك يا استاذ طارق. الحمد لله. طمنا احوال البعثه ايه؟ والله الاجواء هايله جدا الحمد لله، البعثه كلها كالعاده بمنتهى الانضباط، وفي نفس الوقت يعني من جانب السفير ومن جانب الجانب الروسي الحمد لله عاملين معنا شغل كويس من ساعه ما جينا. الدنيا منضبطه كعادة النادي والحمد لله البعثه كلها ماشيه كويس جدا. الجو كويس يا فاميليار الجو اللي هو الاستوائي اللي الرطوبه عاليه وفي تقلب. ومطر في بعض الاوقات. بعض الاوقات في المطرتين. ريني فايلر انطباعاته ايه على اول رحله بقى له في افريقيا؟ الخواجه انطباعه ايه على اول رحله له ينزل فيها افريقيا؟ لا ما شاء الله منجمد جدا، يعني ما فيش اي حاجه بالنسبه لي تحسسك ان هو في غربه عن الجو او اي حاجه. يعني سواء ما كنا موجودين في الطياره مع بعض وفي الترانزيت اللي هي مع طول الرحله، انما مبتسم ودود مع المجموعه كلها ومع الاجانب، ما فيش اي حاجه غريبه يعني الحمد لله. الجو حر برد؟ لا ما انت قلت لي استوائي، بس يعني درجات الحراره عاليه ولا زي مصر تقريبا؟ درجه الحراره عاليه ما بيلطفها، بس انا بقول حاجه كده حته بعض المطر بينزل شويه فالجو بعدها بيبقى اهدى شويه في الحراره، لكن في حراره طبعا موجوده. السفريه الشاقه الطويله دي يعني اجهدت اللعيبه ولا قدروا يتجاوزوا الموقف ده دلوقتي؟ المفروض الحمد لله لا اجهدت، هتلاقي ان هم امبارح على طول بعد ما وصلنا حوالي الساعه 5 كده كانوا متواجدين في التدريب اللي هو قدام الفندق نفسه، يعني في حاجه ملحقه بالفندق حديقه كده كان مرتب فيها على طول كده، كان مرتب فيها من كابتن سيد المهندس سمير مع المدير الفني ان هم يقعدوا من خلال المدير الفني او مؤسسه. فده دليل الحمد لله ان مفيش يعني في تعود على الجو ده، يعني ما حسيناش بحاجه الحمد لله من الناحيه دي من ناحيه البلد. المعسكر بتاع او فندق الاقامه على اطراف البلد ولا جوه البلد، بحيث ان يعني تقدر تقول لي البلد شكلها ايه كده؟ انا شايف في شياكه كده في الشوارع، ما اعرفش ده لان بعيد عن وسط البلد ولا ايه؟ لا هو حاجه اللي تستغرب له ان هو البلد على كتيره، ففي نفس الوقت الشوارع نظيفه جدا، يعني الشوارع نفسها اكثر من ممتاز، ارضيه شوارع كده وحاجات ماشي فيها. في نفس الوقت الفندق من الفندق الملعب الماتش اللي هو الاستاد نفسه حوالي 10 دقائق بالعربي، مسافه نظيفه. في جالية مصرية ولا؟ هي البلد، بس هي البلد نفسها ملابه هي متواجدة في سوق جديدة نفسها في وسط البحر. هي دي البلد. في جالية مصرية بشكل مكثف ولا أعداد قليلة طريبي؟ أعداد مش كبيرة، بس هي متميزة كلها في مجموعة المقاولين العرب. لأن شفت المقاولين العرب يعني عاملة شغل جدا هنا جوه البلد وفيها تواجد ملحوظ جدا كمسؤولين عنها وافرادها مع الجانب الروميني هنا جوه البلد نفسها. فالتواجد هو اساسا هو مجموعه المقاولين العرب. طب والاحساس الاعلامي بالمباراه والناس مهتمين قوي ولا مش 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 حاسين ان في يعني المتابعه المعتاده في افريقيا؟
لا هو مهتمين زي كده، سواء اول ما نزلنا من المطار كان في بعض الجمهور منهم يعني كان متواجد في المطار نفسه واحنا نازلين، بس هو الغالب عليها ان يعني عندهم الحمد لله هم مرتين شويه في التعامل مختلفه عن بعض الافريقيا مصر، بيبقى في استقبال كده بتاريخ على طول تسجيل الفريق بتاعهم وكده، كانوا واقفين بألفه شويه. ففي في حسب برضه التلفزيون بتاعهم امبارح رجلين كده بنتفرج بصوت لانهم جايبين عن الاهلي وعن الاستقبال وعن اجواء المباراه وكده، ففي الحته الاعلاميه متواجده عشان هو الفريق ده برضه فيه جزء كده اللي هي قريبه شويه من حته تعاملهم مع اسبانيا من الناس الموجوده جوه الفريق نفسه. فدي شده الناس في البلد من اهتمامهم بالدوري الاسباني اكثر. الملعب سعته كام يا طارق بيه ولا ما عندكوش؟ 16,000 باين؟ 16؟ 15,000 تقريبا في الحدود دي. حوالي 16-18,000 تقريبا الرينج ده تقريبا. على اي حال يعني تحياتنا للبعثه وعارفين ترجعوا لنا موفقين باذن الله. متشكرين جدا يا طارق بيه.